كابتن حمزه الجمل هو لعب بطريقه 4 2 3 1 صحيح؟ محمد فوزي في حراسه المرمى، عصام صبحي في الجبهه اليمنى، في الجبهه الاسره محمد سوقي، كل من بار محمدي ومحمد هاشم، محمد مخلوف ومحمد حسن، امامهم ياو النور ومحمد احمد مدبولي ومحمد الشامي تحت راس الحربه في راس الشواط، ده صحيح؟ يعني هو النهارده كابتن حمزه بيعتمد طبعا اللعيبه اللي موجوده، يمكن النهارده عنده عماد حمدي الفتره اللي فاتت كان بيلعب بشكل اساسي وابتدى يرجع لمستواه شويه. النهارده هيلعب بمخلوف ومحمد حسن في نص الملعب، وبيلعب بعصام صبحي ناحيه اليمين وتسوقي ناحيه الشمال، وهاشم بيرجع تاني. الماتش اللي فات شفنا محمد سوقي لعيب كويس، بس لسه خبراته لسه محتاج شويه وقت عشان يكتسب خبرات، واكيد عوده باهر المكانه هو هاشم دي بتطمن الحته الدفاعيه شويه للنادي الاسماعيلي. كابتن حمزه بيعتمد على التشكيل بشكل هجومي كبير، لكن النهارده لازم يبقى في حسابات خاصه، لان بتلعب فرقه بتمتلك نص ملعب قوي جدا جدا جدا، عندهم لا مركزيه. يعني ايه لا مركزيه؟ يعني النهارده مش هتشوف مثلا محمد رضا بوبو ثابت، مهند لاشين ثابت، دايما بتلاقي في زيادات على طول في الكوره، بيبقوا مهاجم تاني، وجوسيب ناحيه الشمال لعيب سريع جدا، والنهارده هو بيستغل سرعه ياو ما شفناهوش كتير مع ميدو، يمكن كان يعني ما كانش في مستواه اللي بدا بيه، لكن النهارده كابتن حمزه بيبدا بيه اكيد عشان يوقف سرعات جوزيف ناحيه الشمال. فدي برضو يعني سلاح ذو حدين النهارده التشكيل بتاع نادي الاسماعيلي الكابتن حمزه بيلعب دايما بيه. الكابتن علي بيخش في العمق، ما جونسون شايف العمق، ما اكيد يعني انت لازم تاخد بالك ان انت بتلعب فرقه عندها لعيبه كويسه جدا ولعيبه ذكيه جدا وبيلعبوا كوره كويسه جدا. فانت النهارده الكابتن حمزه ما اعرفش يعني التشكيل ممكن يبقى فاتح الملعب، همه طبعا ان لازم يكسب اول 3 بونت بالنسبه له كمدير فني، يديله ثقه كبيره اللي يرجع زي السنه اللي فاتت. اللي ميز كابتن حمزه السنه اللي فاتت ان هو كسب ماتشين ورا بعض، كسب المصري، كسب سيراميكا، تعادل مع البنك الاهلي 7 بونت في اول 3 مباريات، هو ده اللي وقف الاسماعيلي. فالاسماعيلي بيمر بنفس الظروف والايام بترجع تاني. فانا شايف النهارده يعني كابتن حمزه لازم ياخد باله من حته نص الملعب، لان كمان معلش انا عارف انت مستعجل، محمد حسن لازم يبقى حذر جدا في الزياده العدديه لانه بيسرح كتير جدا في الحته دي. قبل ما نروح لفصل، افضل تشكيله متاحه للكابتن حمزه الجمل على الورق؟ يعني انا كنت اتمنى اللي هو يعني ماتش زي النهارده يبقى مامن شويه نص الملعب اكتر من كده. مشاهدينا الكرام، نواصل بعد الفاصل، تكرموا دائما بالبقاء معنا.